السلام عليكم. خبر رائع وخرافي من سامسونج. سامسونج توفر تقنية مسح بصمات الأصابع أكثر أمانا ب 2.5 مليار مرة من السابقة. لن تصدق كل هذا وأكثر في هذا الفيديو، ولكن قبل بدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة على 100,000 مشترك. فضلا منكم وليس أمرا، بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل وتوتا وآل، ولا تنسى دعم القناة مادي إذا أردت عبر الضغط على زر الشكورات ميرسي أو تانكس. تابع الفيديو حتى النهاية. يعد التعرف على بصمات الأصابع الطريقة الأكثر شيوعا للمصادقة البيومترية، لكنه لا يعتبر الخيار الأكثر أمانا. لحل هذه المشكلة بدأت سامسونج طريقة جديدة لمسح بصمات الأصابع تعتبر هي الأكثر أمانا على الإطلاق. ذكر تقرير سام موبايل أن الشركة الكورية الجنوبية تعمل على جعل هذه الطريقة أكثر أمانا ب 2.5 مليار مرة على الطريقة السابقة، أي ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أكثر أمانا من أي وقت مضى. تحسينات مسح بصمات الأصابع. سيكون أحد التحسينات هو استخدام ماسح ضوئي أكبر، سيكون الأخير قادرا على مسح أكثر من بصمة أصبع في وقت واحد. إذا صارت الأمور وفقا للخطة فقد توفر سامسونج هذه التقنية قريبا جدا. بدورها أكدت سامسونج بالفعل أن التقنية المسماة All-in-One Sensing ستظهر لأول مرة مع لوحات الأوليد 2.0 من الجيل التالي. بمجرد توفرها سيتمكن المستخدمون من مسح ما يصل إلى 3 بصمات أصابع في المرة الواحدة، وهذا الشيء رائع. إنه أكثر أمانا بما يصل إلى 2.5 مليار مرة من مسح بصمة الأصبع الواحدة. نعم، فالرقم صحيح أكثر بمليارين ونصف مرة. من السابق لآونها الحديث عن تاريخ إطلاق لوحات الأوليد 2.0، لكن يجب أن تظهر في السوق بحلول عام 2025، إلا أن منافسي سامسونج وخاصة أبل لن يستخدموا هذه التكنولوجيا، حيث تعتمد شركة أبل التي تتخذ من كوبرتينو مقرا لها على جهاز الفايس اي دي الخاص بها. لذلك عندما تخرج هذه التقنية الجديدة ستصبح سامسونج العلامة التجارية الوحيدة التي تقدم مسحا متعدد بصمات الأصابع. بالمناسبة كان أول هاتف مزود بمستشعر بصمات الأصابع هو بانتك جي اي 100 الذي تم إصداره في عام 2004. أيضا كان أول هاتف ذكي به ماسح ضوئي لبصمات الأصابع هو توشيبا جي 500، والذي تم إطلاقه في عام 2007. وأول هاتف ذكي بشاشة عمل باللمس مع ماسح بصمات الأصابع كان موتورولا أتريكس 4G من عام 2011. في هذا الصدد يجب أن نتذكر، وليس أن تتذكر، أن شركة أبل اشترت شركة أوتنتيك لقياسات الحيوية مقابل 356 مليون دولار في عام 2012. ثم بعد عام واحد فقط أصبح الآيفون 5S أول هاتف آيفون مزود بمعرف اللمس أو الفينجربرينت آي دي. ولكن الآن حصلت سامسونج على فرصة للتغلب على منافستها الأبدية، فإذا أطلقت أطلقت سامسونج أول جهاز الآيو بحلول عام 2025 سيكون لديها الهاتف الأكثر أمانا عبر تقنية مسح بصمات الأصابع الجديدة. وربما هناك من يقول على أنها ربما تفاجئنا بهذه التقنية في هواتف الجالاكسي من العام القادم إن شاء الله. ما رأيك بالتقنية الجديدة لمسح بصمات الأصابع؟ شاركنا عبر التعليقات، ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.